مع شفاعة القديسين، شفاعة الشهيد العظيم ماري مينا والبابا كيرلس الملاك ميخائيل والشهيد أبو سفين، وشفاعة أم النور الطاهرة العظلاء قديسة مريم أولا وآخرا. اسمعنا واستجبنا، نحن نرفع قلوب الشكر ونقول يا أبانا الذي في السماء، السماء كذلك على الأرض، اغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا، نجينا من الشرير. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. تفضل يا أتسبونا باسم الآب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهارده بنعمة ربنا هناخد حاجة من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، وهناخد تطبيق على الكلام دوت من خلال مثل الرب يسوع قاله، هو مثل الابن الضال في إنجيل معلمنا لوقا. معلمنا بولس أصعب حاجة واجهها مع الناس بتوع روميا ان هم ما كانوش حاسين بالخطية، مش شعارين ان هم خطاة. والعلماء يقولوا ايه؟ يقولوا ان اول مستوى من مستويات الوعي ان الانسان يعرف مشكلته. اول مستوى من مستويات الوعي ان الانسان يعرف مشكلته. ابتدى القديس بولس يشخص المرض وقال كلام مهم، شرح ليهم ايه اللي عملته الخطية، عملت مشاكل في الوثنيين وعملت مشكلة ومشاكل عند المفكرين والفلاسفة، وكمان عملت مشكلة مع اليهود المؤمنين. ودول ثلاث أصناف كان بيوجه لهم الكلام في روميا. الجماعة الوثنيين وصل بيهم الأمر يقول لهم إيه معلمنا بولس في روميا واحد. طبعا أتمنى يكون كتاب مقدس جنبينا، هنفتح في روميا واحد واثنين، وهنفتح في إنجيل معلمنا لوقا. ولو مش قدامكم أنا هقول الحاجات اللي موجودة في الكتاب المقدس. يقول في روميا واحد عدد 18 إيه؟ لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. الإنجليش جت كلمة فجور يعني ungodliness، يعني متجنب ربنا، متجنب التقوى، متجنب حياة الله. هو مش عايز ربنا يكون معاه صورة في حياته. يقول جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. أظهرها إزاي؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وأنا في حالة التعب وأنا في حالة الراحة، الخليقة كلها حواليا بتصرخ وتقول ربنا موجود. فبيقول الذين يحجزون الاسم الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. طبعا الكلام لينا زي ما هو متوجه لأهل روميا. عملوا إيه؟ هم بلا عذر، لكن عملوا إيه؟ يكمل يقول لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون إنهم حكماء صاروا جهلاء. ويكمل في عدد 25 يقول واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، لدرجة إن هم يعني نزلوا في تصورهم، يعني انحطوا في تصورهم عن الله واخترعوا صور من عندهم. وكانت النتيجة عدد 26 يقول أسلمهم الله إلى أهواء الهوان. وابتدى يبين معلمنا بولس يعني بأشعة فاحصة من خلال كلمة ربنا التدهور الأخلاقي اللي حصل، لحد لما قال لهم في عدد 28 وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. يعني إيه ذهن مرفوض؟ يعني ذهن فقد القدرة على التمييز ليفعلوا ما لا يليق، ذهن مش قادر يميز الصح من الغلط. وكانت النتيجة إنه
سرد لينا 24 صفة رديئة وقعوا فيها. 24 أقولهم لحضراتكم وموجودين عند حضراتكم من أول عدد 29. يقول مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، سالبين، يعني بيطعنوا في بعض او بيسوقوا شكل بعض وسمعة بعض وبيشتموا بعض، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنون ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. ده الواقع الوثني. لكن وسطيهم كان في جماعة من الفلاسفة، ناس متعلمة وبيفكروا، عمالين يقولوا للناس انتم غلطانين، ما ينفعش كده، وانتم بتعملوا حاجات مش مظبوطة. لكن للأسف بيقولوا كده لكن بيعملوا نفس الأخطاء. فيجي معلمنا بولس يقول لهم في روميا 2 عدد 3 و4 يقول لهم ايه؟ أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها، إنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ وده يبين إن الفلسفة الفكرية مع الوقوع في نفس الخطايا الأخلاقية ما تخليش الإنسان حر، ما تحلش المشكلة. الفلاسفة في الفترة دي كانوا بينادوا بالاستنارة الفكرية، لدرجة إن واحد زي بوذا أو بودا لما يتكلم على المشكلة البشرية يقول إيه؟ إن الحل بتاع مشكلة البشر هيكون في الاستنارة والتخلص من الجهل. لكن للأسف الناس الفلاسفة دول اللي استناروا بالمعرفة فضلت أخلاقهم سيئة وبيعملوا نفس الخطايا. بعدين معلمنا بولس يمسك الفئة الثالثة اللي هم اليهود ويقول لهم ايه في روميا 2؟ واذا انت تسمى يهوديا، ممكن تشيل يهوديا دي وتحطها مسيحيا. واذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفة، قادر تحكم، شكلك قادر تحكم، متعلما من الناموس وتثق، انت واثق في نفسك انك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ يعني الأولى بيك بتعلم الناس إن أنت تكون بتطبق اللي بتقوله دوت في إيه؟ في حياتك. وأثبت ليهم معلمنا بولس إن الختان في الجسد ما هوش حاجة مهمة قوي، لكن المهم هو ختان القلب. ايوه عندكم امتيازات واحنا عندنا نفس الامتيازات دي ودلوقتي امتيازات دينية، وعندنا عبادة، وعندنا زي ما كان عندهم الناموس عندنا كلمة الله، عندهم هيكل، عندنا الكنيسة، لكن كل ده ما خلصهمش. وبعدين انهى المحجة الجميلة ديت في صح 3 وعدد 19 يقول لهم ايه؟ لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. يعني بالورقة والقلم في خطايا، في كسر، في فساد أخلاقي، يبقى لازم يكون في حساب، في عقاب. معلمنا بولس يشرح لينا من نص إصحاح 3 في رسالة روميا ولحد إصحاح 5 حاجة اسمها الحل القضائي. يعني يا جماعة ما ينفعش نتصالح مع ربنا إلا لما تتحسم القضية من ناحية القضاء، قضاء ربنا. إحنا عندنا مشكلة بيننا وبين ربنا. أيوب فهم الموضوع ده وقال إحنا عايزين مصالح، بس ده يا جماعة حصل تعدي، إحنا غلطنا في حقه. ممكن ناس تقول زي ما كانت ثقافتنا أو اللي عايشين وسطيهم بيقولوا نفس الكلام ده، غلطنا لكن هو غفور
وبيسامح حقيقي، وده إيماننا إن ربنا غفور وطويل الأناة وكثير الرحمة، لكن لازم حد يدفع الثمن، وهو ربنا الرب يسوع المسيح بنعمته وقرر إن هو اللي يدفع الثمن. عشان كده معلمنا بولس في روميا 3 وعدد 24 بيقول كده: متبررين مجانا. فالناس تقول لك ايه اهو مجانا اهو مفيش حاجه، بس يقول لك اصبر لما تسمع بقيه الايه: متبررين مجانا بنعمته، بايه؟ بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله. مجانا، ايوه، بنعمته من ناحيتي، لكن بتمن غالي من ناحية ربنا. من كده في أعمال 20 يقول معلمنا بولس: كنيسة الله التي اقتناها بإيه؟ بدمه. وفي كورنثوس 6 في كورنثوس 7 يقول نفس العبارة: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس 7 يقول نفس الكلام، نفس العبارة: لقد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. وعلمنا بطرس برضو في رسالته الأولى والإصحاح 1 وعدد 17 يقول: عالمين إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو بذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. لكن رغم بعدنا عن ربنا، ورغم إن احنا ساعات ما بنخليش لربنا وجود في حياتنا وعايزين نشتغل من غير ربنا، ارميا النبي، لا انا عندي الاف اف اتش من فضلك يا عماد الصوت، فارميا 31 3 يقول: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. شايف ربنا ارميا النبي بيشتغل من بعيد، وقصة حب ربنا للبشرية دي قصة قديمة ومتجددة في نفس الوقت. على طول ربنا بيحب البشرية، ما جاش في وقت وربنا يعني فقد محبته للبشرية، أو ما قال إن أنا ما بحبش البشرية. بالعكس، حتى كل اللي بيمر بينا بسماح منه هو رسالة حب، مش أكتر من كده، رسالة حب. بمثل الابن الضال، وده التطبيق اللي احنا هناخده من كتابنا المقدس في لوقا 15، كلنا عارفين المثل، سنقف عند حاجات مهمة خالص جوه المثل ده، حتى يعيد الكلام ربنا في لوقا ويقول: وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد. نفس الكلام اللي قاله أرميا النبي في أرميا 31: تراءى لي الرب من بعيد. لأن ربنا ما بيصدق فرصة إن احنا نرجع تاني. المثل لما بنسمعه على طول بيجي في تفكيرنا الولد الصغير، لكن الرب يسوع ما كانش يقصد بس الولد الصغير، لأن الرب يسوع كان بيتهموه إنه محب للعشرين والإيه والخطاة، إذ كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. مين اللي معجبوش الحال من كلام ربنا؟ الكتبة والفريسيين، الناس اللي كانوا في مقدمة المجتمع، ليهم كرامة معينة، ليهم توقير ديني. ما عجبهمش ان الرب يسوع مرتبط بالناس دول، فبدأوا يدينوا الرب يسوع، شايفينه شخص مش من الله لانه بيحب وبيقرب من العشرين والخطاة. فبدأ الرب يسوع يقول المثل اللي كلنا عارفينه وحافظينه: راجل عنده ولدين والاتنين غاليين عليه جدا، زينا كلنا، في مننا اللي بعيد عن ربنا غالي عند ربنا، وفي مننا اللي قريب من ربنا وبرضه غالي عند ربنا، نفس الغلاوة. الاثنين زي ما نشوف ضالين، يعني مش الصغير بس اللي ضال، الكبير برضه ضال، الاثنين فيهم حاجات غلط. والقصة انتهت زي ما عارفينها كلنا، ان الابن الصغير اللي كان بره بقى جوه البيت، الولد الكبير اللي كان جوه بقى بره، يقول لم يرد أن يدخل. حتى الأب ما قالش على الولد الصغير ابن الضال، لكن قال ابني هذا كان ضالا في الماضي،
المشكلة مش في اللي ضل وعرف انه ضل وخد قرار الرجوع، التوبة والرجوع، المشكلة في اللي ضل وهو جوه وهو مش عارف انه ضل، مش حاسس انه ضل. صدقوني ممكن جايز ان ربنا سمح باني اخرج من الكنيسة دلوقتي، ما تواجدش جوه بيت ربنا عشان اراجع نفسي، لان ربما اكون عندي شيء من الضلال في حياتي وانا مش حاسس بيه وانا جوه بيت ربنا. يعني انا جوه ومواظب وبحضر وبسمع كلام ربنا، لكن عندي مشكلة، عندي مشكلة. الرب يسوع ادى المثل ده عشان يصحح افكار اللي بره واللي جوه كمان، مش بس الناس اللي بره، لان ربنا بيحب الكل زي ما قال في كورنثوس الثانية 5:15، وهو مات لأجل الجميع. يعني مش لفئة معينة ولا لجنس معين ولا لشعب معين، مات لأجل الجميع. حتى في مثل السمير الصالح كلنا برضو عارفينه، كان الرب يسوع بيكلم برضو اللي جوه، لأن اللي بره هو اللي عمل الصالح، هو اللي عمل المفروض اللي كان اللي جوه يعمله. سامري صالح غريب، حتى الكتاب قال إن هو غريب الجنس. للأسف ساعات بكون بطيع الوصية لكن قلبي بعيد. الولد الكبير يقول لأبوه لم أتجاوز وصيتك قط. ربنا بيحذرني لأني فاكر نفسي جوه بيته وجوه كنيسته جسده، لكن الوقت بيعدي مني وأنا بره، وأنا بره بقلبي، وأنا بره بفكري، وأنا بره بتصرفاتي، بعدم محبتي. أنا جوه، شكلي جوه وجسمي جوه، لكن أنا بعيد عن ربنا. يعني الحقيقة في المثل إن الولدين كان عندهم ضلال بنسب مختلفة وبشكل مختلف، بس الاتنين عندهم ضلال في حاجة معينة. جه الولد الصغير وقال لأبوه إيه؟ أعطني القسم الذي يصيبني، يقول الكتاب، فقسم لهما معيشته. وغالبا في الأرياف زي ما احنا عارفين، كنت قلت المعلومة دي قبل كده، بيكون الميراث، طبعا كلنا عارفين، بيكون الميراث أرض وبيوت. حتى الكلمة في اليوناني يقول أعطني القسم الذي يصيبني من أرضك، يعني من الطين اللي عندك. وبعد أيام يقول ليست بكثيرة، وده غالبا الوقت اللي استهلكه الأب في بيع الأرض. يعني زي ما احنا عارفين من العار إن حد يبيع الأرض بتاعته، لكن الأب ما رفضش، أخذ الولد نصيبه وسافر لكورة بعيدة. أنا كمان ممكن أكون واخد مسافر وأنا جوه بيت ربنا. أيوه، ربنا إداني موهبة، إداني نعمة، إداني بركة، إداني عطايا كتير، واخد زي لما نقعد نتكلم مع بعضينا وواحد يبقى مش معانا، يسرح يعني في حاجة معينة، فنقول له يا عم أنت فينك؟ يقول ده أنا كنت، أو إحنا نقول له أنت كنت في عالم تاني. ممكن أكون واخد من ربنا عطايا كتير وأنا مش دريان، سرحان بعيد في كورة بعيدة. في وجع في قلب الأب ده، في وجع جامد جدا، الواد هيسيبه، مش عايز يستنى معاه، مش عايز يستنى معاه. أنا مش عايز أعيش معاك، أنا عايز أبقى حر بعيد عنك، عايز أعيش زي ما أنا عايز. ساعات نسأل نفسنا، طب ليه ربنا يخلق إنسان حر كده؟ ده لدرجة لما ربنا خلق الحيوانات وجي يسميها من حرية آدم، أو من الحرية اللي اداها لآدم، قال له تعالى يا آدم سمي الأسماء. ويقول سفر التكوين إن اللي سماه آدم هو اسمها. ربنا يعني صدق على كلام آدم، لأنه ده بالنسبة لربنا ملك على الخليقة ديت، يعني تاج الخليقة ديت، هو يعني هو السيد على الخليقة ديت. لكن ليه ربنا عمل إنسان حر بالشكل ده؟ لأن ربنا إله عظيم، إله كبير، إله غني، إله قوي، إله مش ضعيف، إله ما بيخافش إنه يدي حرية للناس. عنده القدرة إنه يخلق ناس والناس دي تعوز
غير اللي عايزه ربنا. ساعات كده ابقى عايز حاجات وبعملها غير مشيئة ربنا. وكمان شوفوا الجميل في ربنا، انه يدينا عقل ويدينا صحة ويدينا مال نقدر نعمل بيهم حاجات حتى لو مش حسب مشيئة ربنا، وبرضه سيبنا لان خلقنا احرار. يقول فقسم لهم معيشته. هنا الاب بيرمز لربنا، لله. وطبقا لكلام الرب يسوع، الله مش بيقهر، مش بيجبر. مشيئة ربنا في المثل زي ما في حياتنا، ان الواد يقعد معاه ما يسيبوش، لكن ما عملش كده. ربنا ادى البشر حرية الارادة وما يقدرش يسلبهم منها. طيب ده مضر للولد، يعني نقول للاب ده مضر للولد، الحرية اللي انت اديتها له او اللي اديتها لي دي مضرة. يقول انا عارف انها مضرة لكن ما اقدرش اسلبه حريته. ايوه الهنا قادر على كل شيء لكن ما بيقهرش الناس. ساعات نسأل ونقول ليه ده حصل؟ موقف زي اللي احنا فيه او الازمة اللي احنا فيها ليه حصل؟ نسمع الجواب زي ما كان بيقولوا في البيئة او في المكان او في الاماكن اللي احنا كنا فيها، يقول لك لان ربنا عايز كده. الثقافة اللي حوالينا كانت تقول لك كده، كل شيء مقدر وايه ومكتوب، لكن ده كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. ايوه ربنا قادر على كل شيء لكن من غير ما يتناقض مع نفسه. الله صالح لكن ما بيتجرش بصلاحه. يقول كده الكتاب فإنه يشرق شمسه على الأشرار والأبرار ويمطر على الصالحين والطالحين في متى 5:45. مش بيقول هديكوا في المقابل تديني، مش بيشتري ان احنا نبقى معاه بخيراته. لا، ده عنده استعداد ان يدينا خيراته وناخدها ونمشي بعيد عنه زي ما بيقول المثل بالظبط. والواقع اللي احنا بنعيشه بيقول كده، ان في ناس كتيرة جدا جدا مستمتعة بعطايا الله وعايشين بعيد عنه. وده الكلام مش غريب، قاله ربنا في انجيل معلمنا متى، في متى 7 عدد 13، يقول لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. مستمتعين بخير ربنا لكن مش عايزين نبقى معاه. بيدينا مش عشان نفضل معاه زي ما قلنا، بيدينا عشان هو صالح، عشان هو محبة، عشان هو إله بيحتمل ألم المحبة المرفوضة. المثل بيقول كده، إن الولد الصغير اللي الصغير رافض محبته، والابن الكبير مش مقدر النعمة اللي هو فيها. ويجي في ودن الاتنين كلام ملاخي النبي في واحد ملاخي 1:6، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ ويكمل يقول تقولون بما احتقرنا اسمك. فيرد ربنا يقول إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ قربه لوليك المسؤول عنك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ واختصار الايتين دول يعني ربنا بيقول لنا، بيقول لكل واحد بعيد ضال، اذا كان ضال بره او ضال لجوه، ليه بتعاملوني المعامله دي؟ لما الولد الكبير رفض ان هو يدخل، خرج يقول كده الكتاب، خرج ابوه يطلب اليه، ويطلب اليه دي يعني يتوسل اليه. طيب نسال الاب ده، انت مش شايف ان العبيد واقفين حواليك مركزك؟ ما يصحش ان حد يشوفك بتتوسل لابنك. شوفوا كمان رد الابن، يقول كده انا لم اتجاوز وصيتك قط، وجديا لم تعطيني. ولما جاء ابنك هذا، حتى ما قالش كلمة اخويا الذي بزر مالك، اخد الولد الصغير الفلوس وسافر بعيد. لكن نسأل نفسنا، وأكيد كلنا وصل لنا المعنى الجميل من المثل ده، هل ربنا سابه؟ أبدا. حتى لو كان بعد والتصرف ما كانش حسب مشيئة ربنا، لكن ربنا سمح.
الأزمة اللي احنا فيها ربنا سمح. هل هي إرادة ربنا؟ لا، ساعات بتكون اللي بيحصل مش بإرادة الله، مش حسب مشيئة ربنا، زي القديس بافنوتيوس ما بيقول، وهقرا لكم قال ايه بالظبط، تكون مش حسب إرادة ربنا لكن بسماح من الله. ربنا بيسمح لكن بيراقب وبيسيطر، زي ما خدنا المرة اللي فاتت، ربنا ضابط للكل، بيسيطر وبيخلي الظروف والأحداث حتى لو حصلت مش حسب إرادته ومشيئته تخدم إرادته ومشيئته، يعني تبقى الحاجة بسماح من ربنا، لكن يخلي الظروف ويسيطر على الأمور، يخلي حتى اللي حصل بدون إرادته يعني بسماح منه يخدم مشيئته وإرادته. ومشيئته وإرادته هي خلاصنا، هي رجوعنا، هي إن إحنا نفضل في بيته، يعني أعضاء حقيقيين جوه الكنيسة، مش بالمعاني الصعبة اللي قالها لنا معلمنا بولس في روميا 1 وعدد 29. البعد عن بيت أبوه نفسه كان فيه يعني صعوبة، زي ما إحنا شاعرين المشاعر ديت وإحنا بعيد دلوقتي عن بيت ربنا، فقد الحماية وهو بعيد، فقد حنية أبوه وهو بعيد، فقد شركة إخواته وشركة ربنا وشركة القديسين وهو بعيد، الشخص الولد الصغير، لكن لسه قلبه إيه؟ مرقش. لكن ربنا نسأل يا رب طب الأمور هتمشي كده؟ يقول لأ، ليا خطة وليا قصد. ربنا يقعد يضيق عليه، زي ما ساعات ربنا يسمح إن الضيق يصيبنا بشكل أو بآخر. هدف ربنا إيه؟ محبة، أرجع أفوق أصحى. ربنا يسمح إن الفلوس تخلص، بدأ يحتاج وبعدين يروح لحقل الخنازير والحال عمال يتدهور، لكن في عندنا كل الإيمان والثقة أولاد ربنا إن في يد من ورا الستار بتدبر وبتدير الأمور، تحصل المجاعة ويبقى مش لاقي حتى الخرنوب اللي بياكلوه الخنازير. فكان يقول الكتاب يشتهي أن يملأ بطنه ولم يعطيه إيه؟ أحد. هنا بقى يفوق، هنا يحس بالنعمة اللي راحت، بالستر اللي راح، بالحب اللي راح، اللي فقده بأن هو يبعد عن بيت أبوه، بالشركة الجميلة والدفء اللي فقدها. يقول أنا هنا أهلك جوعا. هو فعلا ماديا هو بيهلك جوعا، أكيد عدى عليه أيام ما بيأكلش، لكن هو جوع مش بس للأكل، جوع للسلام، جوع للعيلة، جوع للبركة، جوع للمرتبة الأولى. هو كان إيه وبقى إيه دلوقتي؟ اللي بعيد ده بيفقد المرتبة الأولى بتاعته اللي كانت عند، اللي كانت ليه عند أبوه. عشان كده حتى نسمع في سفر الرؤيا، اذكر من أين سقطت وتب، ارجع لمحبتك الأولى. كل اللي بيحصل ده هدفه حب من ربنا، لكن هو ربنا رغم ان احنا بنعدي فيه بيكون ساعات كتير بسببنا احنا، بيحترم حرية البشر لأبعد الحدود. لأن لو أي حد حب يستخدم حريته لهلاك نفسه ربنا بيسيبه، هو مسؤول عن نفسه. لكن ربنا اداني عقل واداني حرية وإرادة، إن أنا لو قررت بعقلي ده أستخدم في حريتي في إن أنا أبعد عن ربنا هيسيبني، مفيش قهر للحرية ربنا بيعمله في حياتي. ودي حاجة مخيفة، حاجة تخوف، إن أنا حر ومسؤول، عاقل حر مسؤول. وساعات يعني أقول يا ريتني ما كنت عاقل، يا ريتني ما كنت حر، يا ريتني ما كنت مسؤول. لكن لو فقدت واحدة من الثلاثة دول أبقى مش إنسان، مش إنسان. ربنا عملني على صورته ومثاله، من ضمن المعاني الجميلة في الحرية والإرادة، خلقني حر، عاقل حر ومسؤول. لو سألنا الأب، أنت عارف إن ابنك محتاج؟ زي دلوقتي جعان مش لاقي ياكل، يقول أيوة عارف. طب أنت متألم علشانه؟
يقول ايوه طبعا. طيب ابعت عبيد من عندك يكتفوه ويجيبوه، يقول لا، انا بتعامل مع انسان عاقل حر ومسؤول. عشان كده يقول الكتاب رجع الى عقله، رجع الى نفسه وشغل عقله. وده يعني زي ما قلنا معنى من المعاني الجميلة ان ربنا خلقنا على صورته ومثاله، حرية في الإرادة في العقل. شخص مننا كلنا، لو حد منكم سمع ان فيه حرامي جاي هيسرق البيت، لانه حاسس بالمسؤولية هيفضل سهران حاسس بخطورة الموقف. نفس الامر، انا مسؤول عن استعمال حريتي. إساءة استعمال الحرية ساعات تبقى نتيجته الهلاك. الولد مش بعيد بيأذي نفسه، بيبذر ماله، بيعيش عيشة إسراف، عمل الشر، جاع، احتاج، هو المسؤول عن الشر ده كله، هو اللي خرب روحه. عشان كده القديس بافنوتيوس يقول إيه؟ علينا أن نعرف إن كل شيء يحدث إما بإرادته أو بسماح منه، فكل ما هو خير يحدث بإرادة الله وعنايته، وكل ما هو ضد ذلك يحدث بسماح منه. متى نزعت حماية الله عنا بسبب خطايانا أو قسوة قلوبنا أو سماحنا للشيطان أو للأهواء الجسدية المخجلة أن تتسلط علينا؟ ربنا مش مسؤول عن الشر اللي بيحصل في العالم، لكن زي ما قلنا وتعلمنا وبتعلمنا كلمة الله انه بيسيطر على كل شيء، حتى اللي مش حسب مشيئته، ويخليه يخدم مشيئته. لما الفكر ده يكون جوايا ويبقى فكر اصيل في حياتنا كمسيحيين وولاد ربنا، هيغير طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا، هيخلي عندنا ثقة وفرح ان احنا برضه في حماية الله، حتى لو بعدنا، حتى لو ضلينا، ربنا برضه بيخاف علينا، ربنا بيحبنا، وهو مسيطر على الأمور، مفيش حاجة. وعلمنا بولس كده في عبرانيين 4:13 يقول كده: ليست خليقة غير ظاهرة قدامه، مفيش حاجة مستخبية على عين ربنا، بل كل شيء وعريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يعني احنا في الطبيعي نقول إيه؟ لما حد يقول لي مثلا اعمل حاجه، اقول له انا معلش انا العين بصيره والايد ايه؟ بصيره. ربنا ما عندوش ده، ربنا عينه بصيره، شايف كل حاجه، كل شيء. وطبعا كل شيء دي تفتح قوس وتحط فيها كل ما يخطر على بالك، مش هتلاقي ممكن تقفل القوس. كل شيء، كل شيء ربنا ايده عينيه بصيره، وايده قويه وممدوده وطويلة، وقادر يسيطر على كل شيء لمحبتنا، لمحبتنا. الهدف، كل الهدف، أو كل يعني الهدف الكبير من كل اللي بيحصل وبيمر في حياتنا بسماح من ربنا، إن إحنا نرجع نكون أعضاء في جسده، أعضاء أمنا، بنحب ربنا مش عشان عطاياه، بنحبه لشخصه، محتاجينه يكون موجود معانا. طول ما ربنا موجود البركة موجودة والقوة موجودة والمحبة موجودة وكل شيء موجود. أول ما ربنا يخرج تبتدي تسيبنا البرودة الروحية ونبعد بعيد. ربنا يدينا نعمة وبركة وقوة تكون الرسالة وصلنا، ودلوقتي مش مشغولين بالأعداد والأرقام ومين هنا ومين، يعني ما نشغلش بالنا. الأمور دي بتحصل وجايز تحصل وتستمر شوية، لكن هتنتهي. المهم إن أنا فعلا أستغل اللي ربنا سمح بيه، وأرجع زي ما القديس يوحنا زي الفم مرة بعت رسالة لتلميذ لي اسمه تدرس، كتب العنوان بتاع الرسالة: ستعود بقوة أعظم. كنا بعيد، كنا بنضل احيانا واحنا جوه، كنا بره، لكن دلوقتي فرصه موجوده، فرصه يعني ذهبيه لينا كلنا، نرجع نراجع نفسنا في
تصرفاتنا وفكرنا وكلامنا وكل حاجة، وربنا يبارك عمله فينا ويرجعنا أقوى مما كنا. لله لنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. اتفضل باركنا يا قدس أبونا، ونسمح كده بالمناقشة لو في أي أسئلة. قدسك تتفضل. هو يعني يحب يسأل أي سؤال من تحت أمرك، و تعيش يا أبونا تعيش، احنا البركة اللي فيها دي بوجود قدسك معانا. الموضوع شيق وحلو، هو موضوع الساعة يعني. تعيش يا أبونا موضوع الساعة تعيش. موجود وموجود للكل، اللي في داخل البيت واللي خارج البيت، نشكر ربنا يا أبونا. للأمم لكل العالم. عايز استاذن قدسك بس انت طيب يا اقاطعك أبونا، في النهارده، كل سنه وانت طيب بقدسك، يعني عايزين كلنا نبارك لابونا، نقول له عقبال 100 سنه. شكرا جدا، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ابونا. 100 سنه ربنا يخلي قدسك لينا. تعيش يا دكتور جميل. كل سنه وانت طيب يا ابونا.